مليون. انت عصب اسمي. ترى ترى عشيش ما نسي. ترى عشيش. وين المالك هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء مالي أسقط حمد إجوني يعني هنا أنا أصدقاء عدي بالبحرين أني. فإجوا أمي فسألوني قالوا إذا تقدر تسوي يعني أسقط حمد. فقلت لهم شلون؟ قالوا طن طن طن. فبعدين سويناها وصارت حلوة يعني مرغوبة عند البحرينيين والسعوديين هماتين. يعني عندي أصدقاء يجون يمي هنا هم يجوني يعني يقولوا لي سوي لنا يسقط حمد عمود نشرب شاي. فيعني قمنا نسوي احنا يسقط حمد ما يسقط حمد هاي الترتيبات.